أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. صيام رمضان هو فرض أوجبه الله على المسلمين، بل هو ركن من أركان الإسلام الخمسة. يقول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. الحديث أخرجه النسائي. وأجمع علماء الأمة على وجوب صوم شهر رمضان، وهذا مما علم من دين الإسلام بالضرورة، فصار يعرفه الكبير والصغير والعالم والجاهل.